زيغوتو شابون روج كاكاشي. هي أفلام كرتونية ذاع صيتها وسط شباب اليوم، فتفننوا في تقليد أزيائها الخاصة وأشكالها المتنوعة وحتى حركاتها الاستثنائية. أنا كريتها، ديتها شوية مع الشابون روج وزد درت شوية دي غريف باش نبان كلي درت ان كومبا مع لولو. هذه أنا اللي خيطتها، أما الباقي هادو ما نورمال شريتهم. بيرسوناج اللي درتو هو زيرو تو تاع دارليك ان ذا فرانكس، وان شاء الله يكون عجبهم. خيطتها خذتها لي ماما هو خدمتها له. هادو الماكياج انا درتو، وهادو ماشي دي زيكستونسيون. كنت حندير كانيكي تقطع لي الماسك، ما لقيتش واش ندير، درت زومبي. كريس البيرسوناج، كريس ليستوار تاعو، اشاك فان ديفلوبي فيها. كان عندي جروب مي مالوريزمون تسيبارينا. جينيرالمون هذا تايم ترافلر، مسافر عبر الزمن، يحوس على بوفوار ماجيك. عشاق هذا الفن لم يفوتوا فرصة مهرجان فيبدا لشريط المرسوم لالتقاط الصور والاقتراب من متقمصي الشخصيات الكرتونية. راه حاجة مليحة، انتيك بيان، جزمها شباب مع نظامي منه. لا غير حالة فور شيء. أولي أنمي، أنا رسمت عفس الداخل فور قاع، لا غير فور. لا غير جو رائع، وش نقول لك؟ عجبني الحال وجيت مع أصحابي وقاع. جينا مثل مليتي بازان، عجبنا الحال وشفنا لي زينمي كوسبلاي عجبنا. الله يحفظكم. نشوف لي مونغا وبخي، حبيت ندير كيما كاين دي مغازا نشري منهم في الجزائر. فن وإبداع في الطرز والخياطة، إتقان في الأدوار، بالإضافة إلى أكسسوارات ومكياج، والنتيجة هو فن الكوسبلاي، والذي أضحى يحتل مكانة كبيرة في عقول أطفالنا وحتى شبابنا، وسمح بخلق جو من المتعة والإثارة.